أنا اسمي تالتا شمعون كاكو، عمري 18 سنة. فتت بالفرقة هالسنة. الفرقة تأسست من 1 نيسان 2019. الأهمية من الفرقة أنه الحفاظ على الفلكلور الآشوري والعادات الآشورية، وكمان مشاركة كل النشاطات اللي بالمنطقة، منها الرأس السنة الآشورية، عيد نيروز والمهرجانات الباقية. هي 16 رقصة، نحن نعتمد على 5 رقصات منها. أول رقصة هي الشيخاني، هي رقصة تأديها بأيام البرد، هي نشعر بالدفء والحرارة يعني بأجسام الراقصين. ثاني رقصة هي بيريو، ثالث رقصة تكون إزيا تما. إزيا تما هي رقصة العزيمة والإرادة نحو الهدف المقصود، لكن تأديها مجموعة من الشباب والفتيات. وثالث رقصة، رابع رقصة رح تكون قبارة. آخر رقصة تكون دمدمة. دمدمة هي عبارة عن قلعة تكون بغرب إيران، هي تم احتلالها من قبل مجموعة من الآشوريين، وتكون على المسرح عبارة عن فرقتين. أول فرقة راح تكون إنه وفيها المدافعين، ثاني فرقة تكون فيها العدو. الهدف من تأسيس الفرقة إنه من قديم الزمان كان في كتير مجازر بحق الآشورية، وبداية من سيميل وسيفو إلى هاي المنطقة، إلى هاي اللحظة يعني. فنحن جيلنا حبينا إنه يكون عنا شبيبة تأسس فيها فرقة تحافظ على الثقافة والتراث، ومشان مشان نورث الأجيال المقبلة. حبيت بشارك إنه بالنشاطات اللي تعملها، إنه مشان أنا كبلدي، أنا كأشورية، حبيت إني شارك بهالنشاطات كلها وأدي واجبي كأشورية. ما كانت صعبة كتير، لأنه أصلاً عندي أهلي، إنه أمي وأبوي كانوا بالفرقة القديمة، اسمها كانت فرقة خوشابة إذا بتعرفيها، كانوا فيها. فإنه من خلالهم بالبيت كانوا يساعدوني كتير، إضافة لفرقاتي اللي كانوا يعرفوا، فما كانت صعبة تجربتي أبداً. وفتت بالفرقة وتعلمت كتير شغلات كمان من رفقاتي، إضافة للشغلات اللي كنت بتعلمتها. أول مرة طلعت كان كتير إنه متلبكة، كان في خوف، بس أنا طلعت من لما كنت صغيرة يعني. كان عندنا فرقة لحانة أديناها برأس السنة لأشورية كمان، كانت مثل لوحة. وبعدين طلعت من الفرق لأنه كان عندي دراسة. بعدين فتت مرة تانية بهالسنة بالفرقة مع فرقة أطرة، وقدمت فيهم بالمهرجانات الثانية. بس كان أول مرة كمان كان عندي خوف، بس ثاني مرة صار إنه عادية بالنسبة لي، بما إنه صرت مع رفقاتي صار إنه شغلة عادية، كل واحد يدعم الثاني ويشجعه، نحن عم نرقص يعني. فإنه ما كان صعبة كتير المرة الثانية. هلأ كان عنا فكرة إنه نعمل فرقة جديدة للبنات الصغار، منهم يتعلموا كمان من تاريخهم ويتعلموا الشغلات مشان يشاركوا بكل شغلة نحن نعملها الكبار. مثلا إنه مرات الشبيبة رح تعمل مثل احتفالات، تعمل مثل منافسات الثانية. فإنه حبينا نعمل فرقة جديدة، إذا كان كل واحد منهم يتعلم ينافس الثاني أو يعلموا بعض كمان حلوة. هيك بشوفه انه فخر إن انه نضل هلا بالبلد تبعنا نحافظ على المناطق تبعنا، من كتير ناس انه حابين ياخذوا الشغلات اللي عنا، تراثنا، حضارتنا، كل شيء. فانه من واجبنا نحن نضل هون نحافظ على كل شيء باي وسيله تكون،
يعني مهما كانت مشاركاتنا أي شغلة، المهم نحافظ عليها. من خلال الهجمات اللي صارت كلها على القرى الآشورية، واللي كانت أساسها أنه تدمير الثقافة والحضارة وكمان المحو كل الأثر الآشوريين وكل المكونات الوقائع ملنا العرب والكرد، فنحن كمن يعني من واجبنا نحن اللي باقين هون والصامدين أن نحافظ على تراثنا اللي ضال منه، وكمان نطلب ونتمنى من المهاجرين الآشورية أنه لو يقدروا يرجعوا مشان نكمل بناء الوطن من أول، ونستمر بالمحافظة على تراثنا، وكمان نثبت وجودنا بكل الأماكن. الخالد أخي الأبيع، كسموا الناس فواتا، شو من عيناتا.